بسم الله الرحمن الرحيم يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم بسم الله الرحمن الرحيم قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية صفحة 264 ويشهدون بالجنة أهل السنة والجماعة ويشهدون بالجنه لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشره وثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنهم وغيرهم من الصحابه اما العشره فهم ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحه والزبير وسعد بن ابي وقاص وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وابو عبيده بن الجراح رضي الله تعالى عنهم هؤلاء عشره شهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنه رضي الله تعالى عنهم اللهم الحقنا بهم بفضلك واحسانك واهلنا واولادنا والمسلمين والمسلمات واما غيرهم فكثابت بن قيس رضي الله عنه وعكاشه بن محصن رضي الله عنه وعبد الله بن سلام رضي الله عنه وكل ما ورد وكل من ورد الخبر الصحيح بانه من اهل الجنه رضي الله تعالى عنهم اللهم انا نسالك جنه الفردوس برحمتك وعفوك ورضاك النجاة من النار وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين قال لي ما رواه مسلم وأحمد رحمهم الله في المسند لما نزل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون الله عز وجل أمر المؤمنين أن يغضوا أصواتهم عند الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يجهروا له بالقول كما يجهر بعضهم لبعض بل يتكلمون بأدب وإحترام لما نزلت هذه الآية قال ثابت ابن قيس بن شماس رحمه الله رضي الله عنه أنزلت هذه الآية ولقد علمتم أني من أرفعكم صوتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا من أهل النار يعني هو كان جهوري الصوت صوته عالي ما يتعمد لكن هكذا صوته فخاف أن تكون الآية نزلت في حقه وحق غيره وحق امثاله قال فانا من اهل النار فذكر ذلك سعد رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم بل هو من اهل الجنه فلما خاف امنه الله رضي الله تعالى عنه وبشره النبي صلى الله عليه وسلم قال بل هو من اهل الجنه رضي الله عنه رواه مسلم وأحمد رحمهم الله وعكاشة بن محصن رضي الله عنه للحديث المشهور سبقك بها عكاش أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن سبعين ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ثم بيّن قال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون يعني وحدوا الله وتوحيدا خالصا وتركوا الاسباب المكروهه الكي جائز لكن مكروه واما الطيره شرك نعوذ بالله لا يجوز للمسلم ان يتشاءم فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم يدخلون الجنه بغير حساب ولا عذاب فقال عكاشه ادعو الله ان يجعلني منهم فقال انت منهم رضي الله تعالى عنه اللهم الحقنا بهم فيجب ان نخلص التوحيد لله عز وجل ونحذر الاشياء المكروهه وعبد الله بن سلام رضي الله عنه لما رواه البخاري ومسلم رحمهم الله واللفظ له من حديث سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لحي يمشي على الارض انه في الجنه الا لعبد الله بن سلام وهو عالم من علماء اليهود اسلم رضي الله تعالى عنه وبشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة لما اسلم طلب من النبي صلى الله عليه وسلم ان يسال اليهود عنه قبل ان يعلموا باسلامه فسال النبي صلى الله عليه وسلم اليهود من عبد الله بن سلام قالوا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا فقال ما ظنكم لو اسلم قالوا اعاذه الله اعوذ بالله كفار وعند ذلك خرج عبد الله بن السلام ونطق بالشهادتين واخزاهم الله بشر النبي صلى الله عليه وسلم بشره بالجنه رضي الله تعالى عنه قال مثل خديجه بنت خويلد ام المؤمنين رضي الله عنها وفاطمه بنت محمد صلى الله عليه وسلم والحسن والحسين ابني علي ابن ابي طالب وبلال ابن رباح رضي الله عنهم اجمعين وغيرهم كثير اللهم انا نسالك جنه الفردوس ونعوذ بك من سخطك ومن النار واهلنا واولادنا والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين ويقرون اهل السنه والجماعه بما تواتر به النقل عن امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه وغيره من ان خير هذه الامه بعد نبيها صلى الله عليه وسلم ابو بكر ثم عمر رضي الله عنهما ويثلثون بعثمان رضي الله عنه ويربعون بعلي رضي الله عنهم كما دلت عليه الاثار وكما اجمع الصحابه رضي الله عنهم على تقديم عثمان رضي الله عنه في البيعه الخليفه الثالث عثمان رضي الله عنه مع ان بعض اهل السنه كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما بعد اتفاقهم على تقديم ابي بكر وعمر رضي الله عنهما ايهما افضل فقدم قوم عثمان رضي الله عنه وسكتوا او ربعوا بعلي رضي الله عنه وقدم قوم عليا رضي الله عنه وقوم توقفوا لكن استقر امر اهل السنه على تقديم عثمان ثم علي ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله تعالى عنهم وان كانت هذه المساله مساله عثمان وعلي ليست من الاصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور اهل السنه لكن التي يضلل فيها مساله الخلافه وذلك انهم يؤمنون ان الخليفه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو بكر وعمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم ومن طعن اي عاب في خلافه احد من هؤلاء فهو اضل من حمار اهله واما قوله ويقرون بما تواتر به النقل عن امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه وغيره من ان خير هذه الامه بعد نبيها صلى الله عليه وسلم ابو بكر ثم عمر رضي الله عنهما فقد ورد ان عليا رضي الله عنه قال ذلك على منبر الكوفه وسمعه منه الجم الغفير وكان يقول ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى علمنا ان افضلنا بعده ابو بكر رضي الله عنه وما مات ابو بكر رضي الله عنه حتى علمنا ان افضلنا بعده عمر رضي الله عنه واما قوله ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي فمذهب جمهور اهل السنه ان ترتيب الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم في الفضل على حسب ترتيبهم في الخلافه وهم لهذا يفضلون عثمان رضي الله عنه على علي رضي الله عنه محتجين بتقديم الصحابه رضي الله عنهم عثمان في البيعه على علي رضي الله عنهم جميعا وبعض اهل السنه يفضلون عليا رضي الله عنه لانه يرى ان ما ورد من الاثار في مزايا اي في فضائل علي رضي الله عنه ومناقبه اكثر وبعضهم يتوقف في ذلك رضي الله عنهم اجمعين وعلى كل حال فمساله التفضيل ليست كما قال المؤلف رحمه الله من مسائل الأصول التي يضلل فيها المخالف وإنما هي مسألة فرعية يتسع لها الخلاف وأما مسألة الخلافة فيجب الاعتقاد لأن خلافة عثمان رضي الله عنه كانت صحيحة لأنها كانت بمشورة من الستة الذين, الذين عينهم عمر رضي الله عنه ليختاروا الخليفة من بعده ومن زعم أن خلافة عثمان رضي الله عنه كانت باطلة وأن عليا رضي الله عنه كان حق بالخلافة منه من قال ذلك هو مبتدع ضال يغلب عليه التشيع من الشيعة مع ما في قوله من الإزراء الاحتقار بالمهاجرين والأنصار رضي الله عنهم ويحبون اهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، اهل السنه والجماعه يحبون اهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتولونهم ويحفظون فيهم وصيه رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: يوم غدير قم اذكركم الله في اهل بيتي فنحب اهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنهم وقال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم للعباس رضي الله عن عمه وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم يعني يكره ولا ولا يعرف لهم شأنهم فقال والذي نفسي بيدي لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي يحبوكم لله لأنهم آمنوا بالله ثم لقرابتي صلى الله عليه وسلم. قال المعلق روى الترمذي رحمه الله عن عبد المطلب بن ربيعه رضي الله عنه مرفوعا: والذي نفسي بيده لا يدخل لا يدخل قلب رجل ايمان حتى يحبكم لله ولرسوله. وقال الترمذي حسن صحيح. رواه الإمام أحمد رحمه الله بهذا اللفظ وبلفظ لقرابته وصح إسنادهما أحمد شاكر رحمه الله وضعفه الألباني في ضعيف الجامع ونحب أهل البيت ولله عز وجل ثم لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى بني إسماعيل واصطفى من بني إسماعيل كنانة واصطفى من كنانة قريشاً واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم صلوات الله وسلامه عليه. ورواه الإمام أحمد في فضائل الصحابة رضي الله عنهم بلفظ حتى يحبوكم لله ولقرابتي يحبوكم لله لأنكم آمنتم بالله ولقرابتي بإسناد مرسل ضعيف ولكن قال محققه وصي الله عباس حفظه الله ووجدته موصولا في أمال طراد الزين الزينبي من طريق سفيان عن أبيه عن أبي الضحى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال العباس وهذا اسناد موصول صحيح والله اعلم رضي الله عنهم وارضاهم اهل بيته صلى الله عليه وسلم هم من تحرم عليهم الصدقه الصدقه تحرم على اهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم وهم ال علي رضي الله عنه وآل جعفر رضي الله عنه وآل عقيل وآل العباس رضي الله عنه وكلهم من بني هاشم ويلحق بهم بنو المطلب لقوله عليه الصلاة والسلام إنهم من المطلب لم يفارقون جاهلية ولا إسلاما أسلموا رضي الله عنهم فأهل السنه والجماعه يرعون لهم حرمتهم وقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يحبونهم لإسلامهم وسبقهم وحسن بلائهم في نصرة دين الله عز وجل. وغدير خم بضم الخاء قيل اسم رجل صباغ. قيل خم اسم رجل صباغ أضيف إليه الغدير الذي بين مكة والمدينة بالجحفة وقيل خم اسم غيظة أي شجر ملتف هناك نسب إليه إليها الغدير والغيظة الشجر الملتف النبي صلى الله عليه وسلم قال أذكركم بأهل بيتي أي تعرفون لهم حقهم وتحبونهم لإيمانهم بالله وقربهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأما قوله عليه السلام لعمه العباس رضي الله عنه والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي ومعناه لا يتم إيمان أحد حتى يحب أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أولاً لأنهم من أوليائه وأهل طاعته الذين تجب محبتهم وموالاتهم فيه، وثانياً لمكانهم بالرسول الله صلى الله عليه وسلم واتصال نسبهم به صلى الله عليه وسلم. ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين رضي الله عنهم. ويؤمنون بانهن ازواجه في الاخره صلى الله عليه وسلم خصوصا خديجه ام المؤمنين رضي الله عنها ام اكثر اولاده اكثر اولاده من خديجه رضي الله عنها الا ابراهيم عليه السلام فهو من ام ولده ماريا رضي الله عنها خصوصا خديجه رضي الله عنها ام اكثر اولاده واول من امن به وعاضده على امره وكان لها منه المنزله العاليه رضي الله تعالى عنها. والصديقه بنت تصديق عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم فضل عائشه على النساء كفضل ثريد على سائر الطعام الثريد مرق اللحم وفيه اللحم فت فيه الخبز أفضل الطعام أزواجه صلى الله عليه وسلم هن من تزوجهن بنكاح فأولهن خديجة بنت خويلد رضي الله عنها تزوجها بمكة قبل البعثة وكانت سنه خمسا وعشرين عمره خمسا وعشرين تزوج أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وكانت هي تكبره بخمسة عشر عاما يعني هي عمرها أربعين وهو خمس وعشرين صلى الله عليه وسلم ولم يتزوج عليها حتى توفيت رضي الله عنها وقد رزق منها بكل أولاده إلا إبراهيم عليه السلام وكانت أول من آمن به وقواه على احتمال أعباء الرسالة أي مسؤولية الرسالة وقد ماتت قبل الهجرة رحمها الله بثلاث سنين عن خمس وستين سنة فتزوج بعدها سودا من تزمع أم المؤمنين رضي الله عنها وعقد على عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وكانت بنت ست سنين حتى اذا هاجر الى المدينه بنى بها وهي بنت تسع رضي الله عنها ومن زوجاته ايضا ام سلمه ام المؤمنين رضي الله عنها تزوجها بعد زوجها ابي سلمه رضي الله عنه بعدما توفي ابو سلمه وزينب بنت جحش ام المؤمنين تزوجها بعد تطليق زيد بن حارثه لها او على الاصح زوجه الله بها رضي الله عنها. وجويريه بنت الحارث وصفيه بنت حيي وحفصه بنت عمر وزينب بنت خزيمة. رضي الله عنهن وكلهن امهات المؤمنين وهن ازواجه صلى الله عليه وسلم. في الاخرة وافضلهن على الاطلاق خديجه وعائشه رضي الله عنهما. اهل السنه والجماعه يتبرؤون من طريقه الروافض الذين يبغضون الصحابه رضي الله عنهم ويسبونهم. واهل السنه يتبرؤون من الروافض الذين يبغضون الصحابه ويسبونهم رضي الله عنهم وطريقه النواصب الذين يؤذون اهل البيت بقول او عمل قال المعلق النواصب هم الذين ناصبوا العداوه لاهل البيت وطعنوا فيهم وكفروهم وهم ضد الروافض فهؤلاء ايضا اهل السنه يتبرؤون منهم ويمسكون عما شجر بين الصحابه ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساويهم أي في عيوبهم منها ما هو كذب ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجه والصحيح من هم فيه معذورون إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة رضي الله عنهم معصوم عن كبائر الاثم وصغائره، بل تجوز عليهم الذنوب في الجمع، ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفره ما يصدر منهم ان صدر، حتى انه يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، لان لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم. وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم انهم خير القرون الصحابه رضي الله عنهم وان المد من احدهم اذا تصدق به كان افضل من جبل احد ذهبا ممن بعدهم وذلك لكمال ايمانهم رضي الله تعالى عنهم ثم اذا كان قد صدر من احد ذنب فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنات تمحوه أو غفر له بفضل سابقته أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذي هم حق الناس بشفاعة يأذن الله له أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف الأمور التي كانوا فيها مجتهدين إن أصابوا فلهم أجران وان اخطاوا فلم اجر واحد والخطا مغفور ثم ان القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نذر مغفور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الايمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم والجهاد في سبيله والهجره والنصره والعلم النافع والعمل الصالح رضي الله عنهم ومن نظر في سيرة القوم يعلم بعلم وبصيرة وما من الله عليهم به من الفضائل علم يقينا أنهم الصحابة خير الخلق بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا كان ولا يكون مثلهم وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله رضي الله تعالى عنهم يريد أن أهل السنة والجماعة يتبرؤون من طريقة الروافض التي هي الغلو في علي رضي الله عنه أهل بيته وبغض من عداه من كبار الصحابة رضي الله عنهم وسبهم وتكفيرهم فأهل السنة يتبرؤون من طريقة الروافض وأول من سماهم بذلك أي روافض زيد بن علي رحمه الله لأنهم لما طلبوا منه أن يتبرأ من إمامة الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ليبايعوه أبا ذلك فتفرقوا عنه فقال رفضتموني فمن يومئذ قيل لهم رافض وهم فرق كثيرة منهم الغالية ومنهم دون ذلك ويتبرؤون كذلك اهل السنه من طريقه النواصب يتبرؤون من طريقه النواصب الذين ناصبوا اهل بيت النبوه العداء لاسباب وامور سياسيه معروفه ولم يعد لهؤلاء وجود الان ويمسك اهل السنه والجماعه عن الخوض فيما وقع من نزاع بين الصحابه رضي الله عنهم لا سيما ما وقع بين علي وطلحة والزبير رضي الله عنهم بعد, قد بعد مقتل عثمان رضي الله عنه وما وقع بعد ذلك بين علي ومعاوية وعمر بن العاص رضي الله عنهم وغيرهم ويرون أن الآثار المروية في مساوئهم أكثرها كذب أو محرف عن وجهه وأما الصحيح منها فيعذرونهم فيه ويقولون إنهم متأولون مجتهدون وهم مع ذلك لا يدعون لهم العصمة من كبار الذنوب وصغائرها ولكن ما لهم من السوابق والفضائل وصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم والجهاد معه قد يوجب مغفرة ما يصدر منهم من زلات فهم بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم خير القرون وافضلها ومد احدهم او نصيف افضل من جبل احد ذهبا يتصدق به من بعدهم فسيئاتهم مغفوره الى جانب حسناتهم الكثيره رضي الله تعالى عنهم يريد المؤلف الامام ابن تيميه رحمه الله انه ينفي عن الصحابه رضي الله عنهم ان يكون احدهم قد مات مصرا على ما يوجب سقط الله عليه من الذنوب بل اذا كان قد صدر ذنب من احدهم فعلا فلا يخلو عن احد هذه الامور التي ذكرها فاما ان يكون قد تاب منه قبل الموت او اتى بحسنات تذهبه وتمحوه او غفر له بفضل سالفته في الاسلام كما غفر لأهل بدر رضي الله عنهم وأصحاب الشجرة رضي الله عنهم أو بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم يأذن الله له وهم أسعد الناس بشفاعته وأحقهم بها أو ابتلي ببلاء في الدنيا في نفسه أو ماله أو ولده فكفر عنه به فإذا كان هذا هو ما يجب اعتقاده فيهم بالنسبة إلى ما ارتكبوه من الذنوب المحقق فكيف في الأمور التي هي موضع اجتهاد والخطأ فيها مغفور ثم إذا قيس هذا الذي أخطأوا فيه إلى جانب ما لهم من محاسن وفضائل لم يعد أن يكون قطرة في بحر رضي الله عنه فالله الذي اختار نبيه صلى الله عليه وسلم هو الذي اختار له هؤلاء الاصحاب رضي الله عنهم فهم خير خلق بعد الانبياء عليهم الصلاه والسلام والصفوه المختاره من هذه الامه التي هي افضل الامم رضي الله عنهم ومن تامل كلام المؤلف رحمه الله في شان الصحابه رضي الله عنهم عجب اشد العجب اشد العجب مما يرميه به الجهله المتعصبون وادعي وادعائهم عليه انه يتهجم اي يتنقص على اقدارهم ويغض من شانهم ويخرق اجماعهم الى اخر ما قالوه من مزاعم ومفتريات وكل ذلك كذب فالامام ابن كما سمعتم يثني عليهم رضي الله عنهم اجمعين ومن اصول اهل السنه التصديق بكرامات الاولياء الاولياء المؤمنون المتقون كما قال تعالى الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون كل من امن بالله واتقى الله وهو ولي لله اللهم اجعلنا من اوليائك يا رب العالمين وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات أي من الأمور التي تخالف العادة في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات قال المعلق أي أن كرامات الأولياء تنقسم إلى قسمين علم وكشف قدرة وتأثير أما الأول فكأن يعلمه الله ويطلعه ويكشف له ما لا يكشف لغيره يقظة أو منما كما حدث لعمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصة يا سارية الجبل كان عمر رضي الله تعالى عنه يخطب الناس في يوم الجمعه فقال يا ساريه الجبل ساريه قائد يجاهد في سبيل الله وكان في ذلك الوقت وقت خطير فنادى عمر ساريه بان يميل الى الجبل حتى لا يقدر العدو ان يهجم عليه والله بلغ هذا الصوت إلى سارية وانتفع به هذا من كرامات الله إعانة له في الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله ونصر دينه. وأما الثاني فكأن تكون له قدرة وتأثير على الأشياء ليست لغيره فما وقع لمريم عليها السلام حيث رزقها الله رزقا وهي بعيدة عن أهلها هزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا والله جعل تحتها نهرا تشرب منه وما حدث لأصحاب الكهف شباب مسلمون هربوا من المشركين وأووا إلى الغار فأنامهم الله ثلاثمائة سنة وتسع سنين ثم ايقظهم وحفظهم جل جلاله وهذا في حق اولياء الله الصالحين لا الدجاجله الكذابين هناك بعض من يدعي التصوف يدعي ان له كرامات يدعي انه يدخل النار ولا يحرقه وانه يضرب نفسه بالسكين ولا ولا يؤذيها كل هذا دجل وسحر أما كرامات المؤمنين فكما سمعتم ما حصل لعمر رضي الله عنه وما رزق الله مريم عليه السلام وما أكرم الله به أصحاب الكف حيث أنجاهم من عدوهم والكرامة أمر خارق للعادة يجريه الله على يد ولي من أوليائه معونة له على أمر ديني أو دنيوي كما حصل لعمر ومريم رضي الله عنه وأصحاب الكب. قال المعلق الولي هو من فعل المأمور وترك المحظور وصبر على المقدور فأحب الله وأحبه فأحب الله وأحبه ورضي عنه الولي من فعل المأمور أي امتثل أمر الله وأمر الرسول عليه الصلاة والسلام وترك ما نهى الله عنه وما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وصبر على اقدار الله فاحب الله واحبه ورضي عنه، اللهم اجعلنا منهم واغفر لنا وتجاوز عنا يا رب العالمين. ويفرق بينها بين الكرامه وبين المعجزه لان المعجزه تكون مقرونه بدعوى الرساله بخلاف الكرامه. الله اكبر. الله